وأيضا هو ينقل السيد المرعشي يقول إن الشيخ هادي من علماء النجف قد كفر وضرب بعصا الكفر، يقصد بالشيخ هادي الشيخ هادي الطهراني النجفي من العلماء المعروفين، شيخ هادي طهراني النجفي المتوفى سنة 1321. هذه الوقائع نقلها السيد عادل العلوي وهو من تلامذة السيد المرعشي، نقلها في كتاب كتبه عن حياة السيد المرعشي، قبسات من حياة السيد المرعشي، صفحة 96 صفحة 97. إن الشيخ هادي من علماء النجف الأشرف قد كفر وضرب بعصا الكفر نتيجة الحسد لا غير، فإنه كان عالما فاضلا لم يكتب إلا الصواب، ولم أجد في كتاباته ما يدل على الكفر والزندقة، وإنما كان منشأ القول بتكفيره. لماذا كفر؟ أنه زار الميرزا حبيب، الميرزا حبيب هو الميرزا الرشتي، كان من مراجع الشيعة في النجف، الميرزا حبيب الله الرشتي المتوفى سنة 1312. وإنما كان منشأ القول بتكفيره أنه زار الميرزا حبيب في أيامه الأخيرة، الأيام التي توفي فيها ميرزا حبيب الله الرشتي، وكان شيخان في الباب، هناك اثنان من العلماء كانا في الباب، يعني في الاستعلامات كما نقول في مصطلحنا الآن، وكان شيخان في الباب في صالة الاستقبال، فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي، شيخ هادي الطهراني، وأتى الخادم ورفع الاستكان، وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين، يعني الخادم أخذ الاستكان بعد أن شربه الشيخ هادي، فلما أراد أن يخرج التقى بالشيخين لعنة الله عليهما كما هو يقول، لست أنا القائل، فقال له الميرزا، هؤلاء العالمان هؤلاء الشيخان، قال للخادم الميرزا يقول طهروا الاستكان فإنه قد شرب منه الكافر، يعني شيخ هادي، وهذا الرجل ما سمع من الميرزا، سمع من هذين الشخصين، ولكن الخبر انتشر لأن الميرزا مات بعد ذلك بثلاثة أيام. فجيء بالشاي وشربه الشيخ هادي، وأتى الخادم ورفع الاستكان، وحين الخروج من الغرفة التقى بالشيخين لعنة الله عليهما، فقال له الميرزا يقول طهروا الاستكان فإنه قد شرب منه الكافر، وسرعان ما انتشر هذا الخبر أن المرجع مرجع الطائفة حبيب الله الرشتي قال عن شيخ هادي بأنه كافر وطهروا استكانه، وارتحل الميرزا بعد ثلاثة أيام ولم يسأل عن حقيقة الحال، ولكن ثبت أنهما قالا ذلك من عند أنفسهما حسدا بالشيخ هادي، ولكن بقي تكفير الشيخ على ألسنة الناس. مثل هذا كثير كثير في النجف، في كربلاء، في قم.